ولي الأمر في الإسلام له منزلة عظيمة، لأن مصلحة الناس لا يمكن أن تستقيم إلا بولي الأمر، فلا يستقيم حال الناس إلا بجماعة، ولا يستقيم حال الجماعة إلا بإمام، ولا يستقيم حال الإمام إلا بسمع وطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. سبحان الله يا إخوة، وإن تأمر عليكم عبد، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك؟ لأن الإنسان بطبعه لا يرضى أن يتأمر عليه عبد مملوك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تأمر عليكم من لا ترتضون. ما دام تأمر فاسمعوا وأطيعوا في غير معصية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أحكم هذا الباب إحكاما عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا التوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع ونطيع لولاة أمرنا فيما نحب وما نكره، إلا إذا أمرنا بمعصية، فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. يعني عليك السمع والطاعة إذا كنت في هذه الولاية في يسر، وعليك السمع والطاعة إذا كنت تحت هذه الولاية في عسر، في منشطك، في مكرهك، وأثرة عليك. حتى لو رأيت أنهم استأثروا بما تستحق دونك، عليك السمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يقوم فيكم أمراء لا يكون فيكم أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. من الذي يصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وجاء بطرق متعددة يشد بعضها بعضا مما يجعل القطع بصحته. النبي صلى الله عليه وسلم يصف، يقول: يكون فيكم أئمة، يكون فيكم أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. طيب هذا حالهم، ما حال البطانة؟ يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان، نعوذ بالله من هذا الحال. يقول حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هنا يا إخوة ملمح مهم جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، المقصود به حتى لو كنت متيقنا من الظلم، يعني حتى لو كنت متيقنا أنه يصدر منهم ظلم لكنهم مسلمون، لأنه إذا وصل الظلم إليك خلاص ما في شك، فأنت متيقن، ومع ذلك اسمع وأطع. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعالج وقائع الناس. قام إليه رجل كما في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يريدون السمع والطاعة ولا يعطوننا حقوقنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجابه. فقام الرجل مرة ثانية وسأل، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجابه. فقام المرة الثالثة، قال العلماء: أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لينتبه الناس. ما هذا الأمر الذي يعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الثالثة انتبه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. ثم جاء بقاعدة يا إخوة، أنا أقول هذه قاعدة ذهبية للحياة: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يا إخوة، ما هي أسباب المشاكل عند الناس عموما؟ أن يشتغل الإنسان بما ليس له. سبب شقاء الإنسان أن يشتغل بما ليس له.
يريد أن ينصب نفسه مكان العلماء، يريد أن ينصب نفسه مكان الحكام، يريد أن ينصب نفسه مكان الأغنياء، يريد أن يكون كل شيء في كل شيء، وهذا ضرر الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لنا قاعدة: فإنما عليهم ما حملوا وسيسألون عنه، وعليكم ما حملتم وستسألون عنه. فأنت يا فطن اشتغل بما حملت، اشتغل بما لك، اشتغل بما تحسن، ولا تدخل نفسك فيما لا تحسن.